حياكم الله مشاهدي ومستمعي المدانة، حامد السيد وحييكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم ناس وحكومة. بداية الكلام أتقدم بالتهاني والتبريكات إلى الزملاء في صحيفة المدى بمناسبة حلول العام 13 على إصدار صحيفتنا المدى، وأنا شخصيا حقيقة لي ذكريات جميلة مع هذه الصحيفة، صحيفة المدى اليومية الصادرة من بغداد عن مؤسسة المدى للثقافة والإعلام، ولدينا تجارب ولدينا مغامرات ولدينا حقيقة الكثير من الذكريات الرائعة في هذه الصحيفة. 4 سنوات في صحيفة المدى قضيتها برفقة زملاء إعلاميين صحفيين ومفكرين ومؤرخين أساتذة كبار، تعلمنا منهم أدبيات العمل الصحفي، أساتذة كبار تعلمنا منهم ألفياء الصحافة. وجدنا في صحيفة المدى كصحفيين على الأقل حاضنة لإبداع الإعلام وحاضنة لإبداع الصحافة، الصحافة الإذاعية، الصحافة المرئية، الصحافة المقروءة، تجدوها في هذه الصحيفة بالتحديد. فيها الخبير في مجال السينما، فيها المؤرخ في مجال التاريخ الحديث والتاريخ القديم، وفيها الناشط المدني، وفيها الخبير السياسي. والجميل في الصحيفة تنوعها الرائع، فيها الشيعي وفيها السني وفيها الكردي وفيها العربي وفيها الليبرالي والعلماني والإسلامي، تنوع فكري وتنوع عرقي جميل رائع في هذه الصحيفة. انسجمنا، أنا جاي أتحدث لكم عن تجربة 4 سنوات في الصحيفة، انسجمنا في هذه الصحيفة على مودة دائمة، وانسجمنا على قيمة الخبر بالتحديد. نلاحق المعلومة أينما تكون ونتابع تفصيلات المعلومة وتطورات المعلومة. في هذه الصحيفة بالتحديد لدي ذكريات رائعة مع زميلنا الكبير وأستاذي علي حسين، ولدي ذكريات جميلة ورائعة مع أصدقائي في قسم الفني اللي يسمعوني ويشاهدون الآن في صحيفة المدى، ولدي ذكريات مع زملائي رؤساء بقية الأقسام باعتباري مسؤول القسم المحلي كنت، وأعتقد أني أصغر مسؤول قسم محلي في صحيفة المدى، يعني ما أعرف. فبالنهاية الصحيفة دخلت عامها 13، وأتمنى أن تجتاز مئويتها وتستمر بعطائها. والمدى حقيقة عودتنا كإعلاميين أن نكون صحفيين بالدرجة الأساس، لا نكون متأثرين بل نكون مؤثرين، نكون مهنيين، نكون موضوعيين. ولدي مواقف عديدة في هذه الصحيفة أبرزها يعني فيما يتعلق بالمهنة. لا تقبل الصحيفة أن نتلقى المعلومة من مصدر واحد، الصحيفة كانت تجبرنا وتلزمنا على أن نتلقى المعلومة من مصادرها المتعددة. لا يحق للصحيفة أو للعاملين في الصحيفة أن ننشر حديث مصدر واحد، وما تمشي عندنا تحدث مصدر خاص للمدى، وما تمشي عندنا تحدث مصدر حقيقة رفض الكشف عن اسمه. المصادر يجب أن تعلن، وهذا شيء مو هين الصراحة في العمل الصحفي مشاهدين ومستمعين. هو السهل أن تجدون في الأخبار دائما مصدر رفض الكشف عن اسمه يقول كذا وكذا ويعلكه ويخلي العراق كأنما عبارة عن حفرة من النار، لكن احنا ما تمشي عندنا في الصحيفة. كنا نعاني من موضوعيتها من مهنيتها، ليش نعاني؟ لأن متعب العمل الصحفي. فعلا وجدنا هذا المصداق على أن الصحافة مهنة المتاعب، وجدناها في صحيفة المدى. كل الخير أتمنى للعاملين في صحيفة المدى في عامهم 13، وكل التوفيق أتمنى لهم أيضا في المستقبل. وأمنياتي للمدى الصراحة دوام بقائها في ضخ المعلومة ورعايتها للأنشطة الصحفية والثقافية، وأمنياتي أن تتطور الفكرة باستمرار في المدى بأن ننتج على الأقل ما يوازي الصحيفة في التلفزيون من خلال برامجنا، من خلال متابعتنا الخبرية، من خلال الأخبار أعني، ومن خلال تغطياتنا الخاصة. هذا حلمي كمنتسب وعامل في مؤسسة المدى وجزء من فريق المدى،
بعد ان كنا في الصحيفه وانتقلنا للعمل الاعلامي المرئي، وبعد ما كنا ايضا في العمل الاعلامي الصحفي المسموع في الاذاعه. كل التوفيق لكم زملائي واصدقائي اللي يشاهدوني وتسمعوني عبر فضائيه واذاعه المدى، شكرا لكم. مشاهدينا ومستمعينا، تفضلوا بالبقاء معنا بعد الفاصل. سنفتح ملف الملفات لهذا اليوم في برنامج ناس وحكومه، ملف معقد، ملف خطير، ملف مرعب ومخيف. انتشار المظاهر المسلحة في بغداد والمحافظات، انتشار المكاتب المسلحة، اطلاق العيارات النارية، لا، انتشار السلاح بشكل عشوائي دون رادع قانوني، دون رقابة، دون استئذان، دون موافقات أمنية. صبيان يحملون السلاح ويمشون بالشارع، ما نقدر نوقفهم، ما نقدر نسألهم، ما نقدر نقول لهم من الجهة اللي ترعاكم، ليش تحمل السلاح، عندك إجازة لحمل السلاح؟ خبطت علينا حقيقة، ما نعرف هذا جهاز أمني، هذا عصابة، هذا جزء من الحشد مثلا. يفترض أن ينظم هذا العمل في بغداد والمحافظات، وبالتالي الكثير من الحوادث الأمنية بدأت تتصاعد وتقع وتحدث باستمرار في العاصمة وبقية المحافظات بزي عسكري وبسلاح منتشر بشكل فوضوي دون رقابة دون محاسبة. هذا ملف ناس وحكومة لهذا اليوم مع ضيفنا السيد معين الكاظمي عضو مجلس محافظة بغداد، تفضلوا بالبقاء معنا. شكرا لي، تفضلكم بالبقاء مشاهدي ومستمعي المدى. ونعود لإثارة الملف لهذا اليوم، ملف ناس وحكومة يتحدث عن انتشار المظاهر المسلحة في المناطق الآمنة وحمل السلاح بشكل عشوائي، وكيف نصل إلى على الأقل صيغة اتفاق من خلال هذه الصيغة ننظم انتشار هذا السلاح، حمل السلاح، من المعني بحمل السلاح بالدرجة الأساسية؟ المنتسب في الأجهزة الأمنية، فصائل في الحشد الشعبي، المقاتلة مثلا والمقاومة لداعش مثلا، من المسؤول عن حمل السلاح؟ المقرات الحزبية، من العشيرة، الأفراد العاديين؟ هذا كل مشاهدينا ومستمعينا بإمكانكم أيضا أن تتداخلون وتشاركون في رؤيتكم، في مقترحاتكم، في شكواكم، في همومكم، أحداث أكيد وقعت وحدثت معكم بسبب انتشار هذه الأزياء، هذه الأسلحة في بغداد في المحافظات، عبر الاتصال بهواتف البرنامج وهي 077-30-60-60-60 و 078-777-4555. هذه الهواتف للي يسمعني عبر إذاعة المدى بالتردد 92.8 في بغداد ودهوك وأربيل، وبالتردد 104.5 في السليمانية، واللي شاهدنا عبر فضائية المدى فالهواتف ظاهرة أسفل الشاشة وهي متاحة لمداخلته. أعود للترحيب بالسيد معين الكاظم عضو مجلس محافظة بغداد. أستاذ معين، مرحبا بك وحمد لله على السلامة. جميعا، يعني أكيد هذه التساؤلات مطروحة على جناكم على حضراتكم باستمرار. نعم. إن كنتم في ميدان القتال وإن كنتم في بغداد في مجلس المحافظة وتشاهدون مثل ما نشاهد إحنا كمواطنين في بغداد انتشار هذه الظاهرة، ظاهرة السلاح، السيارة العسكرية، سيارات بلا أرقام، أزياء عسكرية يعني تنتشر في الشارع، وأحيانا تحصل تجاوزات من قبل بعض الأفراد. شلون نقدر ننظم هذا الجهد بالتحديد على الأقل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قبل فترة كان حالات إطلاق نار عشوائية بأي مناسبة من المناسبات، أعراس أو فواتح وغيرها. نعم. لذلك كان هناك حملة من قبل الحكومة وتوجيهات من قبل منابر الجمعة للناس بهذا الخصوص، تم التخفيف بعض الشيء من قضية الإطلاقات العشوائية. أما ظاهرة يعني عسكرة المجتمع أو التسلح هي قد تكون مبررة بعض الشيء بقضية المقاتلين والمتطوعين ذهابا وإيابا إلى جبهات القتال، ويحتاجون بالطريق إلى حمايتهم، لآلياتهم، أرتالهم، ولكن داخل المدن هذا شيء لابد من معالجته، قضية مرفوضة من قبل هيئة الحشد الشعبي ومن قبل الأجهزة الرسمية، وهي غير مستساغة وغير مقبولة أن يكون هناك حمل سلاح غير مرخص داخل المدن، خصوصا بعض الأحيان قد يكون سلاح يعني مو بس خفيف، قد يكون ثقيل. متوسط. فهذه القضية غير مقبولة. زين. ومن يدعي بأنه ضمن قوات مسلحة وضمن الحشد الشعبي يعني غير مقبول من عند هذا الشيء، ولا بد أن يكون هناك متابعة. طبعا المتابعة
من الانضباط العسكري في الجيش زين. وانضباط الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي الآن شكل حديثا انضباط وطبعا صارت هم دائرة استخبارات جيد. وانضباط وحتى الحشد الشعبي فاتح مجلس القضاء الأعلى وخصص قاضي نعم. إلى هيئة الحشد الشعبي لمقاضاة من يخالف القوانين والتعليمات. يعني احنا بعد قليل أكيد راح نشاهد سوية مشاهد يعني انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي أبرز موقع الفيسبوك مثلا نعم. ونشاهد كيف أنه عجلات عسكرية بها راية محددة مثلا ومثل هسه هذه المظاهر المسلحة يعني هذه تتكرر في التشيع في الجنائز وبالنهاية هذا شلون نقدر نسيطر عليها شلون نقدر نحفظها على الأقل نلغيها من الظاهرة العراقية من المسؤول عن إلغاء هذه المظاهر الأجهزة الأمنية الحشد الشعبي المجتمع غير قادر من المسؤول بالتحديد طبعا الأجهزة الأمنية هي المسؤولة بالدرجة الأولى زين. عن معالجة هذه الظواهر إضافة إلى العرف الاجتماعي لابد أن يكون هناك ضغط اجتماعي من العشيرة وخصوصا أن هناك توجيهات من المرجعية وحرمت هذا الإطلاق النار العشوائي في المدن زين. وهو في الوقت الذي يرعب المدنيين والناس وغيرهم بنفس الوقت هو خسارة للعتاد اليوم نحن في أمس الحاجة إلى العتاد هاي حالة العسكرة وهذه الحالة يعني تبعث على التساؤل بأن من يدعي بأنه مستعد للدفاع والجهاد فليكن قوته وعتاده في جبهات القتال وليس داخل المدينة كثير من هذه الحالات هؤلاء الناس بعضهم قد لا يصل إلى الجبهة وإنما هو بعضلاته متواجد بالمدينة ويبرز قوته على المدنيين وهذه ظاهرة يعني سلبية جدا ولا بد من معالجتها طبعا الفصائل الحشد الشعبي مسؤولة كذلك بتخفيف من هذه المظاهر وإلغائها في المدن وقد تتهم بعض الفصائل بأنها تواجدها ضعيف في الجبهة ولكن تواجدها في المدينة بهذه الطريقة هذه قضية غير مقبولة طبعا هناك خطوات أخرى سنشرحها لاحقا أكيد يعني هو هذا الجانب من الصراحة يعني أحتاجه في البرنامج والجزء المتبقي من البرنامج لنتكاشف مع المشاهدين والمستمعين على الأقل إذا عندك بيانات وإحصاءات دقيقة فيما يتعلق بالفصائل والجماعات المسلحة يعني على الأقل لتزعم الانتماء لفصائل الحج الشعبي ما مسجلة أحيانا عندنا جماعات مسلحة ما مسجلة بالهيئة لكن معلق قراية بالسيارة وتتجول في بغداد وبالمحافظات ولابس زي عسكري ومربي له لحيه هاي جاي مدير مات اللحيه ما شاء الله نعم. ومخوف العالم يعني لو اي يعني ما اعرف يعني هذه اساءه كبيره وبها استهداف اعتقد طبعا كما تعلمون ان صار حاله عشوائيه بالتطوع في البدايه والحشد الشعبي اليوم قد من يرى بعض الفصائل او بعض الحالات العسكريه في المجتمع يحسبها على الحشد الشعبي صحيح بعض المتطوعين تطوعوا على الجيش زين. وعلى جهات أخرى وبعضهم متواجدون مثلا في مناطق عسكرية ولكن لحد الآن لم يتم زين. ترتيب أوضاعهم نعم. الرسمية لذلك الهيئة الحشد الشعبي كما نعم. ذكرت لكم شكلت دائرة انضباط عسكري جيد. لأفراد الحشد الشعبي جيد. ودائرة أمن وقائي يعني تتابع أفراد الحشد وتواجدهم في المدن زين. يوم غد لدينا اجتماع بهذا الخصوص ليكون هناك وجود للحشد الشعبي في المدن وجود مقنن ومنظم كما هو الحشد الشعبي في جبهات القتال نحتاج إلى حشد شعبي لحماية المدن طيب. داخليا ولكن ليس بطريقة اجتهادية وكل فصيل من الفصائل يحمل سلاحه ويخلي له سيطرة ويتواجد داخل المدينة جيد. ويعرض بعض الأسلحة المتطورة أو طيب. المتوسطة هذا يعني قضية مرفوضة طيب. ونحن ندعو من يتصدى لبعض الفصائل أن يكون توجيهه بهذا الاتجاه طيب. ولا تستغل هذه الأسماء باستغلال سيء اسمح لي أن نشاهد بعض من التقرير اللي حقيقة عندنا تقرير جاهز لو اتصال عندنا يلا أوكي نقدم عد يلا علي من ذيقار حياك الله علي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عين. زين نشترك البرنامج. إيه أنت على الهواء مباشرة تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم وعلى ضيفك الكريم الاخ ابو هاني. عليكم السلام. هلا بيك عين. ورحمه الله. تفضل عين. تفضل علي. بالنسبه للاطلاقات النار اللي تصير بالتشيع مع الشهداء. اي. اكثر الفصائل اللي موجوده هي اللي تطلق النار. ها. يعني اكثر الفصائل اللي هي موجوده نفسها تجيب الشهيد هي تطلق النار. واضح. يعني نطلب من الاخ ابو هاني بصفته هو قائد بالحشد الشعبي. نعم. يعني من ضمن هاي الظاهره ليش تسوي نفسك يقول الفتوى المرجعيه حرمت هذا؟ اذا هم زي. نفس اللي القيادات اللي موجوده ونفس اللي الاخوه اللي يجيبون الشهيد وتابعين للمرجعيه فهم اللي يطرقون النار. يعني الناس بنشوف الناس احنا انا بنشوف يدي طار على الشارع العام متجه يجي شهيد اسمع اطلاقات النار اشوف السيارات تنسى العسكريه اللي موجوده شان الشهيد هي تطلق النار. الناس انت تطلع واحد يطلع البيت انت تطلق النار. واضح واضح. يعني نطلب الاخ ان يمحون هذه الظاهره وان شاء الله هي ظاهره تصير يعني مو يعني جيده الا كل احنا يعني لا موجوده لا هي هي معاناه يعني مشتركه هي معاناة يعني مشتركة يا فعلي. نعم صحيح. وبالتالي هو شرعا لا يجوز أن تطلق النار على جنازة. هو احنا هم نقول هي نقول حرام. هذا على كل طلقة دي قتيل يعني دي مين. هم يسموها من فصائل لما تقول النار شلون يصير حرام؟ ما يقولون يقولون هم هم طبقوا ليش الحين طبقوا؟ يعني هسه أمنيا إذا هذا الموضوع يربك المشهد الأمني فشرعا إذا كانت هذه الفصائل لديها مرجعية دينية لديها أدبيات محددة في الشريعة ينبغي أن تثقف في هذا الجانب الصراحة. يعني إطلاق النار بشكل عشوائي عليه دية قتيل شرعا يعني مو أنا أقول هاي كل الرسائل العملية للمرجعيات الدينية في النجف الأشرف وباقي المناطق أيضا فيه. والله يا أخي والله يا أخي مو بخصوص الفصائل والله أكيد. العظيم إحنا عندنا جهاد هسه هم كأنه ما بقول يتوعن بالشارع شهيد شهيد إجى شهيد جاب إجى شهيد الحمد لله واضح. الله إن شاء الله يرحمه برحمته وإن شاء الله كده إحنا شهداء وياهم ونقاتل وياهم وإحنا قلوبنا وياهم والله العظيم قلوبنا وياهم وإحنا هم بالحج الشعبي. أنا أشكرك. انتقادات هناك يعني الحج الشعبي يا أخي ما ترتاح. أنا أشكرك يا علي على كرم الاتصال ببرنامج ناس وحكومة شكرا على المداخلة. اسمح لي أستاذ معين أن نشاهد التقرير التالي اللي أعد زميلنا سرمد القيسي حول ظاهرة إطلاق النار وحمل الأسلحة بشكل عشوائي من قبل المسلحين في العاصمة بغداد. هذه الشرارة بدأ أوارها يتعاظم يوما بعد آخر في بلد تغيب فيه سلطة القانون وتسود على طابعه المظاهر المسلحة التي يزداد الترويج لها في خضم الأحداث التي تعصف بالبلاد. ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والأحزان شبح يهدد حياة الكثير من المواطنين الآمنين في العراق. إطلاق العيارات النارية في المناسبات خاصة في فوز المنتخب العراقي أو المناسبات الأفراح أو الأحزان أو كما يسمى بالعامية تشيع أي جنازة فأعتقد هاي ظاهرة غير حضارية. هاي راح تسبب لنا الكثير من المشاكل والكثير من القتل ويرحون هيك بلا مبرر. وفتوى المرجعية تقول عدم اطلاق العيارات النارية. ثاني احنا في وضع غير طبيعي يعني هذا العتاد اللي نرميه بالهواء يمكن نخليه للعصابات الظلامية نستفاد من عنده. مختصون بالشأن الأمني ورجال قانون أكدوا على وجوب تشريع قوانين صارمة تضع حدا لهذه الظاهرة التي يمارسها مدنيون مسلحون بل وحتى بعض رجال الأمن في المناسبات العامة والخاصة. فعلى شيخ العشيرة أن يتحمل المسؤولية. بالأمس كانت مناسبة في مدينة الصدر راح ضحيتها أبناء الشعب العراقي العزل وأخيرا تحولت إلى مجالس فصول وما شابه ذلك وعداوات شخصية من قبل أبناء العشائر. هناك حاجة لمجلس النواب العراقي أن يقوم بتشريع قانون في هذا الصدد بعيد عن قانون إطلاق الرصاص في النزاعات. يعني لدينا هناك قوانين جرمية تحاسب من يقوم بإطلاق العيارات النارية في حالة مشاجرة وما شابه، لكن لا أعتقد هناك قانون يمنع إطلاق العيارات النارية بالمناسبات. التعبير عن مشاعر الحزن والفرح بنيران مشتعلة وأصوات مرتفعة تهز الأسماع وترعب القلوب لا يعبر عن مفهوم الحرية. فهذه المظاهر التي ينبذها المجتمع بمختلف طبقاته تؤدي إلى إرجاع البلد إلى دائرة الانفلات الأمني.
أطفال ونساء أبرياء يدفعون حياتهم ثمنا لهذه الممارسات الخاطئة والتي تفسد فرحة العراقيين في مناسباتهم، والتي استمرت بحسب مراقبين بسبب الانفلات الأمني المستمر. لقناة المدى الفضائية من بغداد، سرمد القيسي. شكرا لسرمد القيسي على هذا التقرير. أذكر بهواتف البرنامج للي يسمعني عبر إذاعة المدى في بغداد بالتردد 92.8 وفي تهوك وفي أربيل. هواتفنا هي 0773-60-60-60 و 0780-37-435، واللي يسمعني طبعا في السليمانية بالتردد 104.5 أيضا بنفس الهواتف بإمكان المداخلة والاتصال والمشاركة في حلقة اليوم. واللي شاهدني عبر فضائية المدى فهواتفنا ظاهرة أسفل الشاشة. موضوع الحلقة اليوم يتناول جانب مهم وحساس وقضية حقيقة أمنية تتعلق بحياة وسلامة المواطنين في كل مكان في العراق، وهي انتشار المظاهر المسلحة بشكل عشوائي دون رادع وضوابط قانونية. أعود لضيف السيد معين الكاظمي. شاهدنا في التقرير يعني هناك شبه إجماع محلي في بغداد على الأقل أن المواطن يرفض عسكرة المجتمع ويرفض أن تتحول بغداد الآمنة من منطقة يحميها الجهد الأمني والجهد الاستخباري ومنطقة مدنية إلى منطقة ثكنة عسكرية تنتشر فيها السيارات المضللة والسيارات العسكرية والسلاح بشكل عشوائي. كما ذكرنا يعني هذا الموضوع يراد له معالجة، حتى ما ظهر بالتقرير بخصوص يعني التشييع. أنا أعتقد أن تحية الشهداء ورسالة الشهداء ليس بهذه الطريقة. من يريد أن يحيي الشهداء، ولو بعض الفصائل الحمد لله اليوم تطوروا من حيث التشييع، والتشييع صار إلى دور ويعتبر هو عبرة ومدرسة للمجتمع أنه يحتفون بشهيدهم بطريقة حضارية من خلال الشعارات، من خلال الردات، من خلال الأناشيد الثورية، بحيث يبعثون على الحماس وعلى تجديد العهد للشهداء بأننا سائرون على طريقكم زي. وليس بهذه الطريقة، طريقة نعم. إطلاق النيران العشوائية التي تؤدي إلى ضجيج، إلى إرهاب للناس، وإضافة إلى احتمال الخسائر المحتملة في صفوف المدنيين. حالة السيارات العسكرية وبعضهم يصبغها سوداء ويرتبها ويحضرها ويخلي علم عليها، وبعض الأحيان فد سلاح متوسط سدوشقة بكيسي ويفترون بها بالمدينة. هذا غير مقبول. هذه الفصائل ومن يدعي بأنه يجاهد وأنه حشد شعبي ليذهب إلى الجبهات، طبعا هاي قضية مرفوضة من الناس زين. يعني ومن يشوفوها بالشارع يمتعظون منها، وليه يتصور الواقف وراء هاي السيارة وراء هذا السلاح انه الناس يعني ستعجب به وانه هذا مورد افتخارها. لا، في المدينة مورد امتعاظ، مورد عدم قبول. انت اذا كنت فعلا مجاهد زين وتريد ان تقاتل الارهاب، فهذه السيارات والاسلحة مكانها في الجبهات، في النباعي، في الفلوجة، في الرمادي وتحريرها، وبيجي وتكريت وغيرها في حزام بغداد، وليس داخل المدينة. وهذه يعني الحالات طبعا من يرفع شعار معين لفصيل معين سيتحمل مسؤولية، مسؤولية القانونية ومسؤولية الأخلاقية أمام الناس. إذا أراد أي فصيل أن يكون مورد قبول لدى الناس، أن تكون ممارساته حضارية، أن يكون دوره في جبهات القتال، تشييعه للشهداء بطريقة متطورة وطريقة حضارية، والتي نراها في كثير من الدول التي فيها مقاومة تقاوم العدو ولديهم شهداء. تحية الشهداء زين. وتكريمهم ليس بهذه الطريقة. طبعا الحشد الشعبي وكهيئة مسؤولة، وزارة الداخلية طيب. كذلك مسؤولة. نقدر نحدد على الأقل لوجو للسيارة أو شعار واحد للفصائل اللي تقاتل في الجبهة؟ نعم، على الأقل بدل ما أنا أتجول في الشارع وأشوف راية لفلان فصيل، راية لكذا فصيل، على الأقل أشوف سيارة عسكرية بيها اللوجو أو شعار الحشد الشعبي بدون راية فصيل مسلح أو بدون تصنيف محدد، دون هو هيئة الحشد الشعبي. أنت من نظمت نفسك في هذه الهيئة، هيئة الحشد الشعبي، يعني أعطيت لنفسك توصيف قانوني
اصبحت حالك حال الجندي طبعا كما تعلمون ان نقدر نطلع على ظاهره اللافتات. هيئه الحجز الشعبي الان انجزت اللوجو الخاص بها والشعار الخاص بها، راح تزال اللافتات الاخرى والشعارات، تم طبع الاعلام وزعت على الألوية. طبعا بعض الاعلام التي تمثل عنوان اللواء يعني كثير من الجهات العسكريه هناك علم خاص للواء زين لتشخيص هذا اللواء في الجبهة في الطرق غيرها من ناحية الأمنية والعسكرية زين. لابد من تشخيص الأرتال العسكرية لأي لواء تابعة ويتم الاستفسار عنها زين. فالمخطط والذي ترنو له قيادة الحشد الشعبي زين. أن يكون توحيد لهذه الرايات ضمن راية هيئة الحشد الشعبي وتقليل الرايات الخاصة بالفصائل شيئا فشيئا، وهذا طبعا توجيهات حتى المرجعية ولمرات متعددة. احنا عندنا مشهد ضروري نشاهده سوية استاذ معين. شباب اذا المشهد جاهز للسيطرة الامنية اللي تم الهجوم عليها مشاهدينا ومستمعينا، وين راح نشوفه؟ وين راح نشوفه موجودة؟ يلا عيني طلعون السيطرة الامنية اللي تم ايه مو هذا المقطع الآخر شباب. أي والله مقطع آخر شباب، إذا موجود ما تسيطر خلي نعرضه ونعلق عليه الصراحة. هذا أي هذا أعرضون يا شباب. هذا مشهد مشاهدينا ومستمعينا، طبعا اللي يسمعني ما يقدر يسمع الصوت بس اللي يشاهدني، هذه سيطرة عندنا منتسبين أمنيين جاي يفتشون سيارة من نوع بيكا أعتقد. لاحظوا هسه المكان هادئ، طبعا ماكو أي اعتراض للسيطرة الأمنية، ماكو اعتراض. راح تشوفون بالرون سايد راح تجي سيارتين عجلتين، واحدة بيك اب عسكرية وبيها راية من فصائل المسلحة. هذا شوفوها، هذا نطبقن السيارات الاثنين نزلوا ترجلوا الجماعة طبعا مدنيين راح يهجمون على السيطرة. ما اعرف اجا قال لما تفوت بالرون سايد ما اعرف شنو، فراح يصير مدافع ومكامش من الفالينة وتشهر الاسلحة بوجه السيطرة الامنية. هنا نتعرضوا للسيطرة، اكو ضرب اعتقد، هذول المنتسبين طبعا يحاولون ان يهدون. هنا الاخ عصبي جدا ابو التيشيرت الابيض اللي لابس ملابس هنا هجم على السيطره. راح تلاحظون السياره تتحرك، والسياره تتحرك هذا البيكم وشادي لها سلاح احادي اعتقد. هسه راح نشوف احاديه على البيكم. شوف استاذ معين هذا المشهد، اي هسه راح نشوف السياره بشكل واضح. هاي سياره احاديه وعندك هنا مفرزه امنيه تابعه للنجده لان السياره خضراء. اي بس يبدو ان الجماعه حاولوا ان يمتصون الغضب، وهذا مشهد حقيقه مؤسف. السياره هاي مؤسف، هذه سياره خاكيه لونها، هذا خاكي شوفه، هاي البيكم خاكي مطين اعتقد انسحب. اي هذا شوفه فوقها سياره احاديه وبها رايه وانسحبوا بالنهايه، بس صار اشتباك اعتقد بالايدي وتعرضت السيطره الى هنا عندنا مواطن هو نزل من السياره، شوفوا ابو السايب هنا راح يصعد بسيارته. هذا المشهد واضح استاذ معين، يعني هذا اعتقد تكرر اكثر من مره مع سيطرات في بغداد. اعتقد لديك تعليق استاذ معين حول هذه الاحداث؟ طبعا يعني هذا يعني شيء مؤسف، وهو يعني قد يكون ينسحب منذ سنوات متعدده مثل هذه المظاهر المسلحه الموجوده في بعض مناطق بغداد، وحاولت الحكومة لمرات متعددة تقليصها وصار محاسبة لهم. مع الأسف الآن مع الأزمة الأخيرة التي حصلت في حزيران 2014 إلى اليوم الحمد لله هناك يعني مظاهر للتطوع والتواجد في الجبهات وقتال داعش وهزيمتهم في مناطق مختلفة زي. ولكن إلى جانب ذلك هناك من يتصيد بالماء العكر، يحاول أن يستفيد من هذه الحالة ويكون له وضع عسكري داخل المدينة. كثير من هؤلاء لديهم مآرب أخرى للابتزاز لديهم قد يكون خطف أشخاص وغيرها يعني وتهديد للناس وهذا يعني غير مقبول، ومن أي مرجعية من المرجعيات أو لأي فصيل من الفصائل غير مقبول هذا الشيء. وكثير من الحالات هي اجتهادات شخصية
باسم هذه الفصائل. نعم. من يكون له دور وأخلاق في الجبهات لا يمارس هذا الدور خلاف يعني القانون. مرهب ومرعب هذا الدور. طبعا هذه يعني الحالة يعني غير مقبولة. منتسب أمني ولابد أن يكون هناك معالجة. طبعا المطلوب مثلا من الوزارة الداخلية. نعم. أن تتابع ما دام هذا الفيلم مصور. زين. أكيد الأشخاص معروفين بالمنطقة. زين. لابد أن يتابعون من قبل استخبارات الداخلية. واضح. ومن قبل جهات مختلفة لمحاسبة هذا الشيء. كما ذكرت لكم نحن يوم غد لدينا اجتماع مع قيادة الحشد الشعبي. وأنا سمعت مرات متعددة من قيادة الحشد الشعبي لديها متابعات جدية لمثل هذه التصرفات. طيب مثل هذا السلوك يعني هسه واحد من السلوك اللي شاهدناه هو اللي انعرض انه اعتراض على سيطرة أمنية، لكن احيانا يتم الهجوم على بيوت ومنازل. يعني انا سمعت قبل فترة منازل في زيونة يدخلوا لها جماعات بزي عسكري، واعتقد الملف هذا جنائي. لو ينقتل رب المنزل، لو يتم اختطافه، لو يتم سرقة المجوهرات وابتزازهم على الاقل ماليا. هذول توصلتم الى هويتهم، عرفتوهم من هم، اعتقلتوا نسبة من يمهم، ينتمون بالفعل إلى فصائل مسلحة. هناك أرقام موجودة لدى الأمن الوقائي في الحشد الشعبي، وأرقام موجودة لدى وزارة الداخلية. قد يكون الفترة السابقة التساهل الذي حصل خلال الحكومات السابقة مع هذه الحالات أدت إلى هذا التمادي. ولكن حسب علمي أن وزارة الداخلية حاليا جادة في هذا الموضوع. زين. وتحاسب حتى تحاسب السيطرة ومركز الشرطة الذي يتساهل مع مثل هذه الحالات. ما جرى في التاجي قبل أشهر متعددة لحد الآن يعني في محاسبة للمنتسبين والضباط الموجودين، يعتبروهم قصروا في واجبهم. زين. لذلك يعني مطلوب دور للحكومة بالدرجة الأولى. نعم. ودور للفصائل ودور للمجتمع كذلك. المجتمع يجب أن يرفض هذه الحالات ويصير ضغط اجتماعي من قبل العشائر. يخاف المجتمع. صحيح، من قبل العشائر وجهائم هؤلاء الذين يمارسون هذا الدور تابعين إلى أهل وعشائر. يتخوفون من أن يكون هناك رفض اجتماعي لمثل هذه الحالات. صحيح. أي يعني شو نسوي؟ يعني هذا القضية طبعا الحكومة بالدرجة الأولى هي المسؤولة. زين. الجهات الأمنية هي المسؤولة. يعني هؤلاء ما لازم يعني خلقوا هذه المشكلة يم السيطرة وتجاوزوا ويروحون ينتون. المفروض السيطرة ماخذة أرقام، تكتب تقرير، توصل الجهات المعنية، ويصير محاسبة لمن يتجاوز على الأجهزة الأمنية في وضح النهار. زين. وفي داخل المدينة. مما يؤدي إلى خلق حالة بالشعور بأننا عايشين بغابة. زين. وليس في مجتمع مدني بهذه الحالة. لذلك نحن ومن خلال هذا البرنامج ندعو جميع أبناء الشعب العراقي وخصوصا من يدعي بأنه يريد أن يجاهد ويكافح ويكون له دور في هذه الملحمة. زين. أن يكون هذا الدور في مواضع القتال، وأن تكون قوتنا وعتادنا وآلياتنا وأسلحتنا موجهة لصدور الأعداء وليس لصدور الأجهزة الأمنية والشعب وأبناء الشعب. قبل فترة قليلة انتقد السيد العبادي انتشار مظاهر مسلحة في مدن الجنوب المناطق الهادئة، وتحدث بشكل صريح، يعني قال المنطقة اللي ما بيها داعش إيش عنده الفصيل المسلح اللي منضم للحشد الشعبي يرفع السلاح هناك ويفتر ويتجول بسلاحه يعني وبسيارته التابعة لهيئة الحشد الشعبي. لازم يضم سلاحه على الأقل أو يحجر السيارة في مكان أو مقر الهيئة ويمتنع عن التجوال في الشارع. أقصد من هذا النوع من الانضباط، تمتلكون إرادة فوق إرادة هؤلاء الجماعات اللي تنتشر تتجول في بغداد؟ أنا أحيانا أشوف سيارات تمشي بالشارع براية بلافتة، يعني محددين موعد مسيرها، تنقلها من مكان إلى مكان، عندكم مكان مخصص لركن السيارات اللي هو شلون السيارة تتحرك رافعة راية مو فد مشكلة. لا رافعة سلاح. لا إذا رافعة سلاح هذا الممنوع. إيه رافعة سلاح. إيه لا سيارة آلية تجمع تبرعات وتأخذها إلى الجبهات ترفع راية معينة أناشيد حماسية. إيه؟ هذا لا بأس به. متوجهين سلاح. إلى جبهات القتال. جي. مال يرفع سلاح داخل المدينة هذا غير مقبول. طبعا
بخصوص هيئة الحشد الشعبي الآن هي بصدد تشكيل جديد بعنوان قوات التعبئة العراقية تابعة للحشد الشعبي. هذه قوات التعبئة مثل ما عندنا حشد شعبي في الجبهات، نريد حشد شعبي داخل المدن، ولكن استجابة لنداء المرجعية لتدريب أبناء الشعب العراقي، ويكون هذا الحشد تحت نظر الدولة وتحت نظر هيئة الحشد الشعبي، ولا يسمح برفع رايات مختلفة، وإنما الراية الوحيدة هي راية الحشد الشعبي. ومن يدعي بأنه يريد أن ينصب سيطرة ويدافع عن مدينة، تدري بعض الأحيان يصير انفجار معين في مدينة معينة، والله اللي جو نصبوا سيطرات من كيفهم يعني، أي تبرز حتى المظاهر يعني مسلح. كأنما يريد يدافع عن المنطقة ويهدئ الناس أو يريد يطمئن الناس اللي إحنا موجودين. هذه الطريقة غير مقبولة ولا بد من معالجتها، وأن يكون هناك يعني أساليب جديدة. فالقضية العسكرة يعني في طريقها إن شاء الله هناك يعني جهود حقيقية. وقد يكون بعض الأحيان إحنا قد نعذر، يعني أكو ظروف معينة مرت، ولكن الآن مرت سنة علينا تحققت انتصارات، ولكن هاي الحالات هم لا بد من معالجتها. يعني في المدن الآمنة راح في طريقة إلى زوال هذه المظاهر؟ طبعا المدن الآمنة يعني احنا ندعو مدننا الآمنة محافظات فرات الأوسط والجنوب ان تستثمر حالة الهدوء والأمان في بناء محافظاتهم. في انا افرح جدا من اسمع في محافظة العمارة تفتتح مدينة ألعاب في هذه الظروف. يعني اكو مدن محافظات تسعة آمنة، وهكذا نحاول بغداد تكون بهذه الدرجة، خصوصا بعد ان تحرر حزام بغداد والوضع الأمني أفضل والرفع حظر التجول. فهذه النعمة اللي نعيش بها لازم نستثمرها بالاتجاه الصحيح. خلنا نسمع أبو علي من ذيقار. أبو علي من البصرة. من البصرة؟ من البصرة. أي نعم. حياك الله وأهلنا بالبصرة. هلا بك أبو علي. حياك الله الكريم. الله. المعين. الله يحفظك عيني. من البصرة. اتفضل أبو علي. أحد المجاهدين بدرع السلام. نعم. المجاهدين لعبة بالبصرة عندنا. قدرة المقرات. مقرات الفصائل عند الشعبي. وأكو مقرات عندنا ما نعرف وين تتصل. يعني جاي نعاني من أتى ولا جاي تيجي تشكو من هذا الموضوع. مقرات بيوتات رفع رايات وإعلام ولافتات. ما نزلوا أعلام السلطات. إلى من هؤلاء؟ إذا من يلتمون؟ إذا من يغطيهم شاعنا وقانونا؟ بينما الفصائل الأخرى واضحت المعالم كما يعلم السيد المحيم. نعم. يعني يطالب بمتابعة هؤلاء وتلك المقرات وإغلاق المقرات غير رسمية. واضح. أنا أشكرك أبو علي، شكرا على المداخلة وكرم المتابعة. أبو علي طرح نقطة مهمة وجوهرية طبعا، وهو سؤالنا في حلقة اليوم، فتح المقرات بالنسبة للجماعات أو الفصائل. يعني فصائل جديدة جاي نشاهد أسماء، يعني على الأقل نعرف بدر، نعرف العصائب، نعرف كتائب حزب الله، نعرف مثلا سراي السلام، بس أكو أسماء أنا هم شاهدتها بجولتي للجنوب مثلا بتارون وغيرها وكذا. هذول شلون فتحوا مكتب؟ على أساس يفتح مكتب للجماعة المسلحة؟ هو يحق للجماعة المسلحة أو الفصيل المقاتل أن يفتح مكتب؟ لو المكتب فقط لهيئة الحشد الشعبي، المكتب لهيئة الحشد الشعبي زين. الفصيل المقاتل مكانه ومقره في الجبهات، ما يفتح مكتب، ما عنده مكتب في المدن. وإذا أكو مكتب لجهة سياسية، بدر وكتاب وعصائب مكاتبها في بغداد في المحافظات بعنوان مكاتب سياسية. نعم. ومكاتب مؤسسات مجتمع مدني حزبية يعني زين. وليست هي مكاتب عسكرية. فالجهة العسكرية الموجودة في الجبهة ما تفتح لها مكتب. صحيح هذا تجاوز، وقد يكون بعض الشيء له مبرراته بمرحلة معينة، يعني هذا اللواء الفلاني خلاه لفد مكتب بالمدينة حتى يتابع عوائل الشهداء اللي تابعين إليه زين. او يتابع الجرحى الموجودين في المستشفى زين. او يستلم التبرعات يوصلها الى اللواء مالته زين. وهكذا عندهم بعض الالتزامات مع المدن، تمويل او شراء مواد معينه لوجستيه لايصالها الى اللواء، خلوا لهم فد مقر لدعم هذا اللواء.
يعني هذا المكان إذا يصير بهالعنوان مكان معين لمتابعة عوائل الشهداء التابعين لهم، نعم، زيارتهم، الجرحى في المستشفيات، التبرعات وغيرها من أمور لوجستية. أما أنه يصير هذا فت فرصة لوجود سياسي لهذا الفصيل وفتحوا على باب الله وقام يصدر له جريدة، هذا الشيء غير مقبول. إذا يريد يصير له هو جهة سياسية يروح يفتح مكتب سياسي، يأخذ موافقات أصولية من وزارة الداخلية ويفتح مكتب سياسي. أما هذه الحالة يعني حاولنا نعالجها بالبصرة، وعرفنا مدير لهيئة الحشد الشعبي في مدينة البصرة، نعم، استشهد في عمليات معينة، نعم، رحمة الله عليه أبو سلام الديراوي، نعم، الآن عندنا يعني مسؤول جديد عرف لهيئة الحشد في كل محافظة سيتم يكون هناك مقر ممثلية لهيئة الحشد الشعبي في المحافظة تقوم بهذا الدور، دور متابعة عوائل الشهداء والجرحى والتبرعات وتدريب المدنيين الراغبين بالانخراط ضمن الحشد الشعبي، حشد الشعبي إلى الجبهة أو الحشد الشعبي المناطقي، هذا بعنوان مقر تعبئة الحشد الشعبي في محافظة من المحافظات. والآن المقدمات جاهزة، وكما ذكرت لكم إن شاء الله يوم غد لدينا اجتماع نضع النقاط على الحروف. جيد، خوش أخبار هاي، جيدة يعني بقضية متابعة الفصائل المسلحة ومراقبتها باستمرار، هذا شيء يبشر بخير حقيقة وفيه ملامح للاطمئنان، لأن المشاهد والمستمع اللي يسمعني الآن عبر سيارته واللي يشاهدنا عبر الفضائية حقيقة قلق جدا من مواجهة أي مسلح في الشارع. أنا واحد من الناس قلق جدا إلى أواجه قضية تشكيل حشد الشعبي، تدرون بلغ عدد أكثر من 100,000 مقاتل، ولكن في هذا التشكيل مع الإنجازات والتضحيات هناك من يكون قد يكون ليس بالمستوى المطلوب. لدينا أرقام لمن تم فصلهم من الحشد الشعبي وإخراجهم من هذه، وبعضهم حولناهم إلى الجهات القضائية، كما ذكرت لك لدينا قاضي متخصص بجرائم أو بمخالفات أفراد الحشد الشعبي، لدينا سجن خاص، لدينا متابعة الأمن الوقائي والقضاء، وهكذا الاستخبارات لديها متابعات جدية، ويعني قد هذه الأمور لا تعرض بالإعلام، ولكننا باتجاه ترشيد هذا الكيان المقدس الذي أصبح اليوم أمل للشعب العراقي، يجب أن نحافظ على قدسيته ونزاهته. اسمح لي أن أنتقل معك والمشاهدين والمستمعين إلى استطلاع أجراه أيضا زميلنا سرمد القيسي حول انتشار المظاهر المسلحة في بغداد، فلنتابع. يعني أكيد إطلاق العيارات النارية هي حالة وظاهرة سلبية، يعني يترتب عليها يعني خسائر في الأرواح، يعني خسائر في الأموال العامة. يعني أنا لا أعلم ولا أدري لماذا عندما يفرح المواطن العراقي يقوم بإطلاق العيارات النارية، وعندما يحزن كذلك يقوم بإطلاق العيارات النارية. هناك وسائل عديدة يمكن التعبير عن الحزن والفرح غير إطلاق العيارات النارية التي تؤدي إلى كوارث. أنا أقول مثل ما يقول بيت الشعر: لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله عار عليك إذا فعلت عظم. إذا كانت أجهزة الأمن هي من تقوم بإطلاق العيارات النارية، فكيف بالمواطن؟ نحن ندعو هذه الأجهزة سواء كانت يعني مسلحة أو غير مسلحة أن لا تكون أسلوب سلبي ومظهر سلبي للمواطن المدني. المواطن يعني يحتذى بهذه الأجهزة، لا أن هي تعطي فالصورة مخالفة لما هو مطلوب منها. تعتبر ظاهرة غير إنسانية، إذا نجي عن من ناحية حقوق الإنسان ظاهرة غير إنسانية وحشية، وتنم عن العدوانية والوحشية والمظاهر المسلحة اللي هي مرفوضة بالمجتمع المدني. المفروض ناشد العالم، ناشد الشيوخ العشائر، الناس المسؤولين، الناس الخير، لأن ظاهرة مو حلوة. يعني احنا صير عندنا خطوبة، صير عندنا زواج، صير عندنا يعني حتى طهور مناسبة، يعني هو ميت، يعني ميت انت ترمي ليش؟
عيب يعني اكو حتى يعني الشهداء يعني هو شهيد مضحي في نفسه في عائلته يعني هو مستشهد انت تروح تطلق طلقات ناريه والله عيب يعني مو حضاريه ودائما يعني كل المناسبات تصير حتى مباراه كره القدم يعني احنا نباع المستشفيات اكو ضحايا واكو شهداء واكو ناس يعني حتى جرحى فنتمنى من كل المسؤولين من الناس الخيره من العشائر من الجهات الحكوميه يعني اكو رقابه اكو عقوبه شديده. شكرا لسرمد القيسي على هذا الاستطلاع. يعني استكمال الاستطلاع المواطنين استاذ معين، ايضا الفصائل المقاتله تنتقد بتجنيدها احيانا للاطفال، لمستوا هذا الشيء في الجبهه وجود مجموعه من الاطفال اللي تقاتل؟ يعني لا ما يعني هذه قضيه نادره جدا. زين يعني الطفل يرتدي الزي العسكري ويحمل السلاح المتطوعين هم من لو عندكم شروط محددة طبعاً بالأعمار طبعا شروط أقل عمر من 18-20 سنة فما فوق زين ولا يوجد أطفال قد يكون بعض الأحيان الآن عندنا فد حالة شعبية جماهيرية اللي يطلع من بغداد يتوجه إلى جبهات القتال يشوف بعض الأرتال من التبرعات من المدنيين ومعهم أطفال ذاهبين إلى جبهة القتال لابسين زي عسكري مثلا لابسين زي عسكري رايحين زيارة ميدانية إلى النباعي إلى تكريت والحمد لله صاروا يندلون كل هاي المناطق وشوفه يندل بيجي يعني بالتبرعات اللي وصلوها إلى تلال حمرين وغيرها وبعضهم من مؤسسات المجتمع المدني ويباتون ليلة ليلتين مع المجاهدين معايشة ويرجعون بعض معهم بعض الأشبال هاي حالة الحماسية اللي يعيشها شعبنا اليوم هي هاي حفظ قضية مباركة قضية جيدة ولكن زج الأطفال بالقتال هذا غير موجود إلا في حالات نادرة مثلا كانت في آمرلي زين. كدفاع عن أنفسهم وحصلت الآن في منطقة بشير في كركوك وغيرها ناس يدافعون عن أنفسهم وليس بتجنيد من قبل الحشد الشعبي أو من قبل الفصائل وإلا فالمتطوعون موجودون من بهذه الأعمار وعندنا متطوعين لا يمكن يعني استيعابهم فماكو ضرورة لاستيعاب واستقطاب أطفال وإنما إذا نشوف بعض الصور بالفيس وبالجبهات وغيرها هذه زيارات ميدانية يصلون إلى مواقع القصور الرئاسية في تكريت مذبح الشهداء في سبايكر في سامراء وهكذا بالنباعي وغيرها وإلا فإن هناك شروط اليوم في إدارة قوات الحشد الشعبي ملف لكل متطوع 100,000 متطوع لدينا ملفاتهم الآن في بغداد وهناك تحقيق عليهم وبشكل متكامل من حيث الرواتب من حيث الحضور والغياب والاستيعاب في الألوية وهناك زيارات ميدانية مفتش عام للحشد الشعبي يتابع نقول هناك بعض المخالفات والخروقات ولكنها في كلها في طريقها نحو المتابعة والمحاسبة والتقليص قياسا بهذه الإنجازات الكبيرة هذه الخروقات تعتبر شيء قليل أزاء هذه التجربة الجديدة في العراق. استخدام عجلات الدولة أستاذ معين كيف يتم يعني بالتنسيق معاكم أحيانا نجد فصائل مسلحة تستخدم عجلات حكومية رقم حكومي يمشي بالشارع ليس الفصائل المسلحة فقط بس براية تابعة لفصيل مسلح يعني مثلا أو جهة حزبية طبعا لا إذا الفصائل الألوية الآن حتى التسميات للحشد الشعبي اللي بلغ أكثر من 20 لواء صارت أرقام يعني كل لواء الأول والثاني والثالث والرابع حسب هذه الأرقام زين. وطبعا هذه بعض الألوية منذ بداية التشكيل تدرون يعني كانت ظروف استثنائية والهجوم الشرس على الموصل والأنبار وصلاح الدين ووصلوا إلى علي الهادي عليه السلام وكانوا يهددون سامراء وقادمون يا بغداد ونريد ندمر كربلاء والنجف فكان هناك هبة من قبل فصائل المقاومة فصائل المقاومة كان لها دور مهم في إيقاف هذا الزحف واستطاعت أن تنظم الألوية فهذا اللي هذا الراية هي راية اللواء الفلاني لا الرقم الحكومي سيارة حكومية تمشي بالشارع نعم احنا نعرف الرقم الأزرق رقم حكومة سيارة تابعة للدولة يعني على الأقل أنتوا استلمتوا عجلات حكومية في هيئة الحشد الشعبي
لدينا فصائل تمتلك هذه العجلات مسجلة في الدوائر. طبعاً الآن الحجز الشعبي هذه الأرقام وصولية لو الحجز الشعبي اشترى سيارات هيئة الحجز الشعبي حكومي؟ ورقمها عد المرور زين. أرقام زرقاء أو غيرها ما أدري جزء أرقام يعني خاصة أرقام عسكرية زين. تابعة للحجز الشعبي وهذه الأرقام هي بشكل أصولي يعني أنا حسب علمي أكثرها تم ترقيمها في البداية تدرون في حالة مستنفرة استلموا السيارات ووصلوا إلى جبهات القتال ولكن تم إبلاغهم بترقيم هذه السيارات والأمور الآن منتظمة لدى هيئة الحجز الشعبي دائرة لوجستيك وهي الدائرة مسؤولة عن إحصاء إمكانات كل لواء من الألوية زين. السيارات الموجودة الآليات المتوسطة والثقيلة زين. وهذه هي مسجلة ذمة لدى هذه الألوية وتتحرك لخدمة اللواء وإذا كانت وضعت علم معين علم اللواء هذا شيء طبيعي بالعكس من ناحية أمنية ينفعنا نشخص هذه السيارة اللي مرت من نائل تابعة لأي لواء من الألوية وإذا كان هناك يعني محاولة من البعض برفع بعض الألوية الرايات هو ما تابع له هذا موجود هذا الاحتمال يعني احنا نحذر ينتحل صفة حزب نحذر من حالة انتحال الصفة من قبل البعض المبتزين أو من يتصيد بالماء العكر أو من يحاول أن يستفيد من هذه الحالة الموجودة بالشارع احترام الشعب للحجز الشعبي احترام الأجهزة الأمنية للحجز الشعبي بعض يحاول يستفيد من عده يحاول يحصل له باج يحصل له مثلا لافتة معينة أو راية معينة ويمشي خلفها هذه القضية يعني تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية عندنا باجات بالسيطرات من حق السيطرة تسأله وأكو أرقام تليفونات لدى السيطرة من يقول يا بآني تابع زين. إلى الحجد الشعبي يأخذون اسمه رقمه يخابرون على الأرقام التليفونات باج عندنا سيد معين للمنتسب باجات بدأت تصدر لمسؤولي الحجد الشعبي للمسؤولين فقط للمسؤولين وشيئا فشيئا ستمتد لكل منتسبي الحجد الشعبي يعني أنا إذا أمشي بالشارع وجاني واحد وقال لي أنا منتسب للهيئة شي يريد منك وطلع لي باج تمشي بالشارع وسألك انا منتسب شي تريد منه وطلع لي باج هذا اقول له انت ما حقك بس المسؤول عنده باج لا ما يخالف قال لك اني منتسب للحجز الشعبي حاول الابتزاز مثلا حاول استغلال الاسم في الخطف مثلا هسه نضرب امثله ليش ما اكو جماعه انخطفوا بالصفه الرسميه مو لولا باسماء الحجز الشعبي أقول بعنوان شرطة وبعنوان استخبارات موجودة تكررش إيه تكررش انت هو العصابة ماكر أستاذ معين فالعصابة تستخدم أدوات مختلفة إذا كان الـ هو إذا عندها وإذا ما عندها وما إلى حق يبتز أو يخطف أكيد أكيد منتهي يعني من هذا ما يعني خلاف الأصول خلاف القانون أقصد هو بس أبو العصابة شو يعرف أصول يعرف مبادئ ثابتة هو يريد يبتز مواطنين أعتقد أنا عندي منه أبو سجاد اليوم جماعة الناصرية هواي ما شاء من الناصرية أبو سجاد البصرة قبل أسولف سجاد لا وعدنا علي هم كان من الناصرية علي الناصرية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عين أخي كريم أحد أن نداخل حول هذا الموضوع تفضل عيني حقيقة لدينا تخوف حقيقة اليوم في مجتمعاتنا زين يعني بما يملك الحجب الشعبي من هذا الارث الجهادي الكبير دافع عنا دافع عن اراضينا دافع عن ارضنا المقدسه زين. لكن نخاف ان تكون دوله في ظل دولتنا اللي موجوده حاليا ونخاف من بعض المتهورين في الحج الشعبي او غيره من الموجودين في الساحه السياسيه الكل لديه غايات يعمل عليها يعني انا اتذكر شيء هذا حدث في لقاء في الناصرية أحدهم من القوات الأمنية أوقف سيارة تابعة للحج الشعبي فعندما تكلم معه قال له لا تدخل هذه السيارة مبللة لا تدخل إلى هذا المكان زين. قال له من أنت حتى تقفني قال له أنا رجل أمن قال له أنا من الحج الشعبي هذه هويتي فدخل ولم يعتني أيضا واعتدوا على هذا رجل الأمن هكذا أصبحت في يوم العملية يوم نحن نخاف أن نبدي بآرائنا حتى في مواقع التواصل الاجتماعي خوف من أن يعتدى علينا يوم هناك مجموعات غير منضبطة وهناك مجموعات تقوم بدورها بالشكل الصحيح يجب على الدولة أن تقوم بدورها بهذا الاتجاه وتميز الناس
الحقيقيين الذين في الحشد الشعبي وتبعد هؤلاء المتخلفين والمتهورين. سجاد أنا أشكرك على كرم الاتصال، حقيقة أوافقك في الرأي كمواطن على الأقل، وهذا مخاوف مشتركة أعتقد، وأنت أيضا تتخوف منها أستاذ معين. يعني بالنهاية أعتقد هيئة السياسية أو الهيئة العسكرية مثلا، الهيئة الاقتصادية لكل الأحزاب، لا أعتقد بالنهاية منسجمة على أن يجي شخص يستغل اسمها مثلا ويتصرف بالسلاح وبالقوة ويستخدم شعاراتهم ويخطف ويسلب، لأن مصلحته بالنهاية تتعرض للمخاطرة وللمجازفة. يعني أنت وراك انتخابات باشر عقبه، وعندك سلاح ينتشر بالشارع، ومن يقتل ويخطف باسمك هذا يعرضك إلى مو مساءلة قانونية هسه، إذا أنت فوق القانون إلى رفض اجتماعي بعد. لا واحد ينتخبك، لا واحد يقول لك أنت ابن المرجع فلان، لا أنت ابن القيم الفلانية، ولا أنت ابن الدين أو العقيدة الفلانية. بالنهاية احنا أمام حالة معقدة، علينا أن ننظم أنفسنا في المشهد العراقي. أعتقد الفصائل المسلحة في الحشد الشعبي تحتاج إلى شعار محدد، إلى سيارات محددة. السيارة العسكرية نعرفها لو هامر، لو ماركة محددة مثلا وعتها رقم مميز. خلونا ننظم هذا الشيء على الأقل، سيارة محددة للحشد الشعبي، باج خاص بالحشد الشعبي. طبعا كما ذكرت لك أنه بعض الفصائل أو بعض العناوين أصلا هي ما منخرطة ضمن الحشد الشعبي، وخصوصا اكو صار تطوع الى الجيش، ولحد الان رواتب ما صار فيهم فد مشكله يعني تقريبا 28,000 اخيرا صار يعني الحاح على هيئه الحشد، تعالوا اصرفوا لهم هذه الرواتب. زين، واما بالنسبه يعني بالنسبه لهذه الظاهره يعني اكو متابعه لها جديه من قياده الحشد الشعبي وتوجيهات، وكما ذكرنا أن من يمارس هذا الدور هو الذي سيخسر. زين. صحيح هذا مرفوض قانونا يؤذي المجتمع، ولكن مجتمعنا اليوم بدأ يشخص وبدأ يواضح عدة الجهات اللي تتصرف تصرف سلبي بالشارع وفي المدينة، ويحاول أنه هذه القوة تستخدم بطريقة يعني مثل ما ذكر أخينا أخونا من الناصرية. نعم. فاليوم شعبنا بدرجات عالية من الوعي، ولابد أن يتم تعامل بحساسية لعدم إثارة العواطف. اليوم نعيش مشاكل مختلفة، كافي هالمشاكل فعلا. بعد ما نقدر نضيف لها قضية عسكرة مجتمع إضافة لهالمشاكل الخدمات. السيد معين الكاظم عضو مجلس محافظ بغداد والقيادي في هيئة الحشد الشعبي، شكرا لحضورك الاستوديو ناس الحكومة في مكتب المدى ببغداد. شكرا لكم مشاهدي ومستمعين مدى، أنا حامد السيد أحييكم مجددا في الإعداد والتقديم، كنت حقيقة معكم، وتحيات فريق العمل أيضا أنقلها لكم عبر الهواء مباشرة. نلتقيكم غدا إن بقينا وبقيت الحياة، في أمان الله.